يا صرخة منابرنا ويا عبرة شعائرنا تظل صرخة حناجرنا يا حسين بضمايرنا يا حسين بضمايرنا. آمنا 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 بحب حسين. آمنا آمنا حب حسين آمنا 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 حب حسين آمنا. تربت كربلاء وشلون تربة عيالنا على الترب يا حسين تربة وكجوج الزرع من طيب تربة على هذا صرنا جعفرية. آمن. حب حسين كاننا مجنوني في موسم عاشوراء حتى أن الأطفال عايشين فعالية عاشوراء وهذا جيد أن تجتمع أيضا أطفال مع بعضها بعض وتقوم في هذه الفعاليات صورة واضحة بالنسبة إلى الطفل أن هناك فعلا حصلت معركة وحصلت ثورة عاشوراء يعني فيها الكثير من حسين يبضي مايرنا يا حسين يبضي مايرنا صحنا بيك آمنا 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 حب حسين آمنا آمنا والله آمنا بحب حسين كلنا آمنا فداك روحي وعمري يا أبا عبد الله لبيك يا حسين. آمنا بحبك يا حسين وسرنا بدربك حب حسين آمنا. تسوى الدنيا بلا يا حسين تسوى الدنيا بلا يا يشرحون للطلبة شلون يسوي الخيل مثلا شلون الخطوة الأولى في رسمة الخيل شلون رسم الخطوة الأولى في رسم مع مثلا خيمة مرأة مثلا طفل معاية الطفل سيف من هالجانب يعني يرافق هذا المرسم يكون في أشخاص بروفيشنال يعني معترفين يكون أنهم يوضحون إلى الطلبة يوضحون عفوا إلى الرسامين أيضا طريقة الرسم يعني هي مو مسألة خذ قلم ورسم لا في خطوة أولى ثانية ثالثة شلون يتبعها في هذا. أتمنى أن يكون شو اسمه المرسم القادم أن يكون يرافق هذا إقامة هذا المرسم هذه النقلة. أيضا كان في ملاحظات من خلال إحنا ما قعدنا مع الموجودين إنه ما في اهتمام بالجانب الإنساني يعني ما حد يديرهم ما حد قاعد يتابع أمورهم بمستوى الأولاد. أيضا محتاج إن نخصص شو اسمه عنصر نسائي يكون يتابع شو اسمه القسم النسائي من خلال احتياجاتهم ومتطلباتهم على اساس يكون في شو اسمه توازن في المساله. اللي قاعد الاحظه ان الاهتمام مصب على الاولاد والقسم البنات ما حد قاعد يتابعه بشكل مباشر. تهديد لا يهمنا حب حسين جننا في كل عام يا مرة
وعدنا حب حسين كأننا يا كربلاء نتعنى المرسم بشكل عام ممتاز ويحفز الأطفال على الإبداع والمشاركة في الشعائر الحسينية. أنا أتمنى إلى هذه الفعالية الاستمرار وأن يضاف إليها أفكار جديدة، ويا حبذا أن يظلل هذا المكان حتى يتسنى إلى أكثر عدد ممكن للمشاركة. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: حسين مني وأنا من حسين، أحب الله من أحب حسينا. آمن. حب حسين جنة يوم العاشر نبكي عليك، يوم العاشر نبكي عليك ونواسيك بدمنا سيدي. حب حسين جنننا حجي نطوف لك زحوف، حجي نطوف لك زحوف، قبرك هو قبلتنا. حب حسين جنننا مشايا نجيلك يا حسين، مشايا نجيلك يا حسين، زيارتك نتعنى. أشكر الشباب القائمين على المرسم، بخصوص شباب الثقافية حضورهم المبكر يعني للمرسم إعداد إليه، وأشكر مجلس الإدارة سنة دعم جدا كبير للمرسم وكان مركز عليه يعني إعداد مرسم ناجح رغم الضغوط الوقت القصير اللي صار يوم ثالث. حسين ما يدري بفضلك يا حسين، سيد شباب الجنة الجنة. حب حسين جنتنا قال الهادي من حسين، قال الهادي من حسين، حب حسين آمنا آمنا آمنا، حب حسين آمنا. مهما فرقتنا الأيام بحب حسين آمن. السلام عليك أيها الوتر الموتور، آمن آمنا بحبك يا حسين آمن آمنا. حب حسين جنننا كله بجرحك يا مظلوم، كله بجرحك يا مظلوم، هذا اليوم تمسكنا. حب حسين جنننا نمشي بدربك وبنا
عمل ممتاز فريد في المنطقة، ونتمنى أن يتواصل إلى الأجيال القادمة. يعني هذين الأجيال الحين يكبرون يدرون أنهم شاركوا في هذا المرسم، وعقب يحثون أخوانهم وأولادهم. نتمنى يتواصل جيل بعد جيل يواصل هذا المرسم ويطوره إن شاء الله للأفضل. شكرا. تظل صرخة حناجرنا يا حسين بضمايرنا، يا حسين بضمايرنا.